اعتقد ان اول حاجه تعالى نشوف طريقه اللعب بتاعتهم زي ما كريم قال 4 1 4 1. الوقفه بتاعتهم في الحاله الدفاعيه عامله ازاي؟ هنبص اول حاجه هنبدا. بص حضرتك ادي ده المهاجم محمد زعبيه، وادي الاربعه اللي تحته زي ما كريم قال كده 4 1 4 1. ادي الاربعه اللي تحت، وادي اوكي المهاجم محمد زعبيه والاثنين اللي ده في من النص. تلت ملعب. من تلت ملعب ده اوكي في اول المباراه، يعني في ماشي اول المباراه الضغط ماشي بيبقى في وسط الملعب. هنا هنلاقي بعد كده ده حمدي الهوني، ده مؤيد اللافي. ادي برضو صوره تانية بتوضح الصوره عشان تكون واضحه، ادي حمدي الهوني، ادي فيصل البدري، ادي عمر الخوجه، ادي مؤيد اللافي، وقدام محمد زعبيه. ادي طريقه لعب 4 1 4 1، هم كلهم تحت الكوره بيحاولوا. نكمل برضو الصوره اللي بعدها، هنلاقي ان هم كلهم تحت الكوره في مسافه قريبه جدا بطريقه لعب 4 1 4 1 او 4 3 3. اهم حاجه ان في 3 ارتكاز وفي جناحين. بص حضرتك المسافه قد ايه، ادي الاربعه اهو، وادي الواحد، وادي الاربعه اللي قدامه، وادي الواحد. دي ده الصوره دي 6 ياردة 7 ياردة. 12 متر حاسبينها احنا المسافه، ادي 12 متر. دي الصوره اللي هتتكرر في مباراه القاهره. اوكي الصوره دي عشان تحل الحاجه التكتل الدفاعي بس ده. خلي بالك انا بالنسبه لي الصوره زي دي، معلش انا هقوم اتفضل يا ثانيه فندم. واحده اتفضل. بس، انا بالنسبه لي صوره زي دي، انت الجزء ده بيبقى فاضي دايما، المساحات اللي على الاطراف الورا المساحات اللي على الظهرين الاطراف دايما بتلاقيها فاضيه، فدي فدي ممكن اعتقد ان دي فعلا نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن يعني اسلام. لان بص واضحه يعني من غير اي حاجه، هي واضحه دلوقتي ان انا هي، فعلا جايبها معايا، جايب معايا لقطه ان ازاي انا ما نواجه شفتش، الحل عارف ده. ان انا ما بغشش، انا بس وانا قاعد كده النفس يعني جايبها معايا ازاي ان نواجه الحاجات دي. لازم الظاهرين بتوعك يكونوا هجوميين، لازم ياخدوا من قدام، لازم يستلموا من قدام في عمليه البيلد اب بتاعتك. ايوه بص حضرتك مشكله انجولا ايه؟ يعني النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها دي النقطه الجايه بالظبط اهي. انجولا مشكلتها ان اثناء تحضير الهجمه هم كلهم تحت الكوره. ليبيا على فكره اللبس ابيض وانجولا اللبس احمر. انجولا الكوره بتتلعب في وسط الملعب اهو، الاضاءه جايه على الباك اليمين بتاع انجولا هنا والباك الشمال هناك خالص، فهم اوكي مش متحركين، بالتالي الضغط في وسط الملعب. الحل بتاعك ايه عشان تبني اطراف الهجمه؟ يا اما عبد الله السعيد اللي هو صانع الالعاب لازم ينزل يستلم لتحت عشان يسحب مع ناس وتقدر تبني الهجمه، يا اما الظاهرين يطيروا. لازم، ما ينفعش تبقى واقف معاه، لازم تطير عشان تسحب معاك حمد الهوني وتسحب الناس دي. لازم يعني. بص حضرتك هات الصوره اللي بعدها. بص ده المباراه الوديه قدام ليبيريا. مشكلتنا الشوط الاول كانت ايه؟ كانت في نفس الفكره ان الفرقه بتلعب دفاع منطقه، يعني الصوره دي كربونه. ادي ليبيريا اهي، ادي مين هناك؟ هنعتبر الازرق ده ليبيا دلوقتي كمان. نفس ليبيا بالظبط. اوكي ادي ده محمد حمدي، واللي على اليمين مين؟ اكرم اكرم توفيق. ما توفيق. ينفعش اكرم يكون واقف هنا، لازم اكرم تتقدم لقدام. لازم اهو، لازم تتقدم لقدام، ولازم محمد حمدي هناك يتقدم لقدام. ليه؟ لان ايمن اشرف اهو معاه الكوره، وعمرو السوليه وطارق حامد قدامه مش عارفين نحضر الهجمه. لازم حاجه من الاثنين، يا عبد الله السعيد ينزل يستلم من ايمن اشرف، وفي نفس الوقت الظاهرين لازم يفتحوا اكتر من كده. ما ينفعش ان انا لازم الظاهرين يكونوا بنكهه هجوميه اكتر. اوكي عشان كده قد يكون ضم احمد فتحي في الجبهه اليمنى. بس هنا في بقى نقطه لازم برضو تبقى شارحينها للسلام يا كابتن اسلام، وهي ان الجزء اللي احنا بنتكلم عليه ده يتطلب سرعه في التمرير والتحرك بدون كوره. صح. الموضوع مش فكره ان انا بقول ايه ان احنا يا جماعه هيلعبوا 4 1 4 1 فاحنا محتاجين، لا هي محتاجه سرعه. ليه؟ يعني مثلا لو انا رجعت للبورد تاني لازم السرعه في التحرك. مثلا احنا قلنا ان هم واقفين بطريقه 4 1 4 1 في الحاله الدفاعيه، وبنتكلم هم متكتلين في نص ملعبهم، وانا مثلا بلعب وانا بهاجم، ده احنا بنتكلم عليه واحنا بنهاجم، لازم نهاجم بطريقه اقرب، يعني الاثنين مساكين بتوعنا يبقوا واقفين هنا، وانت مطير الاثنين الفول باكس بتوعك هنا اهو، ومدخل الجناحات بتاعتك هنا اهو، وادي المهاجم الصريح، وادي بلاي ميكر، وادي الاثنين بتوع خط الوسط. يبقى انت النهارده بتلعب بطريقه الى حد ما اقرب من 2 4 4. ليه بقى؟ عشان انت محتاج الحته دي كلها تبقى فيها مساحه انت بتستغلها مع الترحيل، يعني هي دي، لان هي دي في اللعبه دي ثغرتك. الطريقه دي هي دي الثغره الوحيده على الجنبين، دي ثغرتك. ليه؟ لان الخماسي اللي هيبقى واقف اللي مرسوم 4 1 ده هيصعب عليك عمليه الاختراق من العمق، ده هيبقى صعب جدا عليك، ده في مشكله. فبالتالي طيب انت عايز تعمل ايه؟ انا بس في النقطه دي تحديدا قبل ما اتفضل، هل النقطه دي ممكن يكون ليها، ده معناه ان لو كارلوس كيروش دارس الفريق الليبي بشكل جيد، المنتخب الليبي بشكل جيد، يبقى لازم يكون اختار مصطفى محمد واحمد حسن كوكا عشان السبب اللي انت بتقوله ده. حلو قوي السبب اللي انت بتقوله ده، السؤال ده عالمي بصراحه. لانه انت هتلعب من على الجناب، او هي الثغره اللي احمد اتكلمنا فيها هي اللي على الاجناب، خلاص؟
طيب انا وصلت على الجنب هعمل ايه؟ عرضيه. لا انا هنا لا بسالك بس. كمل عرضيه. تمام بعد كده هسيبك تتكلم. اتفضل. انا وصلت على الجنب هعمل ايه؟ تمام. كره عرضيه. احمد فتحي اللي بيلعب تمام مثلا جاله الكره ناحيه اليمين وقف الكره وبص هيعمل ايه؟ هيرفع اوفر. هيرفع اوفر لمين؟ تمام. انا مش مختلف على كل ده. أوكي. بس هي فكره ايه يا كابتن اسلام؟ اكيد اكيد انت صعب جدا في ماتش زي ده تبدا باتنين رؤوس حرب. مستحيل. مستحيل طبعا. انت هتلعب بواحد بس والاقرب في الشكل الحالي بتاعنا مصطفى محمد. خلاص يعني ده الواضح. الفكره هنا ان انت لو حاولت تلعب كرات عرضيه احنا هنتكلم على فريق بيلعب بيه اتنين مساكين وقدامه قلنا واحد هيبقى عامل زي الليبر المتقدم. في الكرات العرضيه اللي حضرتك متوقع انت تعملها طبيعي ان الثلاثه دول هيرجعوا لمنطقه الجزاء بتاعتهم. ولو قلنا ان الكروس بتاعك هيجي من الناحيه اليمنى ده معناه ان اللاعب الجناح الايسر للمنتخب الليبي هيرحل ويبقى مساك. يبقى احنا كده بنتكلم على اربع لعيبه داخل منطقه جزاء ليبيا المدافعين. تمام. انت عندك مين؟ مصطفى محمد ممتاز ضربات راسيه، وكوكا اذا مثلا لعبه طبعا ده صعب بس هو ممتاز ضربات راسيه يعني راس الحرب عندك كويس. هل عبد الله السعيد يجيد ضربات الراس؟ لا. هل محمد صلاح قلنا بقى الكروس مرفوع من الناحيه المقابله محمد صلاح بيساعد بيجيب لكن مش مميز. ما بقدرش اقول ان انا النهارده باني التكتيك بتاعي يا استاذ احمد ان انا هلاعب محمد صلاح كمهاجم تاني جنب مصطفى محمد عشان ياخد الكره العرضيه. طبعا ده تفكير مش منطقي، ده مش دور اصلا محمد صلاح. فهنا فكره الاعتماد على الكرات العرضيه نسبتها قليله، انما الصح ان انا لازم اتحرك بدون كره بسرعه والاعب جناحات سريعه واتنين فول باك زي ما احمد قال عندهم نزعه هجوميه. ليه؟ عشان ابدا افرغ المساحه على الاطراف زي كره اليد. لما صح لان هي دي المساحه الوحيده خلال المباراه. لو يعني زي مباراه الجيش بالظبط. بالظبط. يعني اللي مش عايز يتفرج على الفقره دلوقتي يتفرج على الاهلي وصلاح الجيش. يعني تقريبا نفس الشيء. بس انا اتفق مع كابتن اسلام في نقطه الكرات العرضيه دي. يعني لانه خلي بالك اي باك رايت او اي باك ليفت هيعمل ايه؟ لو انا هلعب باك رايت في ماتش زي ده هعمل ايه؟ ماتش زي ده هاخد خطوتين لجوه واسيب بره شويه. صح. اوكي. انا لو بلعب باك رايت هاخد خطوتين لجوه الملعب يعني اللي على الاخر في اليمين ده هيخش كمان خطوه ونص لجوه. تمام. فبالتالي هيبقى عندي الوينج رايت او اللي هو الجناح الايمن هيرجع ويدافع وكل حاجه بس مش هيرجع يدافع على طول. اوكي. خلي بالك. نعم. فهيبقى عندك الفول باك او الباك ليفت اللي بيلعب له فرصه ان هو تجيله الكوره ويرفع اوفر وهو مش هقول لك مستريح ولكن هو الوحيد اللي ممكن يرفع الكوره بشكل جيد يا الباك ليفت يا الباك رايت بناء على الكلام اللي انت قلته. اخيرا بس اقول حاجه ان الكرات العرضيه هي لعبه نسبه وتناسب. بمعنى ايه؟ ان انا النهارده بقول انا عندي كام لعيب قصاد كام مدافع. فلو انا بقول ان مثلا مصطفى محمد طبعا حتى لو مع ثلاثه هو ممكن طبعا ياخد الكوره ويجيب هدف ولكن نسبه واحد على ثلاثه بتقول لي ان هو هياخد الكوره دي بنسبه 33%. لو انا رايح باثنين على ثلاثه نسبتي بتزيد. فهي اللعبه كده اهو. هل انا النهارده هعتمد على اللعبه دي وانا بلعب بعض الله السعيد بلاي ميكر؟ ده السؤال بقى يبقى كيروش يجاوبين عليه. انا شايف ان هم الملعب اللي هيجاوبين عليه هم كمان عندهم مشكله في التمركز في الكرات العرضيه. يعني نقاط الضعف اول نقطه معانا في نقاط الضعف الكرات العرضيه رغم ان هم طوال. يعني علي سلامه وسند الورفالي طوال. بص كره زي دي مهاجم انجولا العب كده اللعبه دي هتلاقي مهاجم انجولا طالع وكلهم بص الدوائر طالع لوحده خالص ويقدر يجيبها بدماغه في الشبكه سهله جدا. برده اللعبه اللي بعدها يعني عندهم مشكله واضحه في الكرات العرضيه. فقد تكون ده فعلا فكر كارلوس كير اهو نفس ده المهاجم على بعد ده جوه السته ده ما جابهاش جوندي ما جابهاش لا والله. فدي برده كره عرضيه واضحه جدا وبرده عندهم مشاكل ان الظاهرين ده اللي مطلوب من محمد صلاح يا كريم. مش شرط ان الكره تبقى عاليه مش الكره تبقى عاليه بالظبط صح. ممكن تبقى تترفع على الارض. نقطه الضعف الثانيه عندهم مشكله في حراسه المرمى. حراسه المرمى عندهم التسديدات حل مهم جدا. حارس المرمى ضعيف في انا شايفه مستواه مش عالي قوي. ده هدف الجابون. لا كانت كوره قويه قوي بس مش يعني مركونه جداً. بص المسافه 24 يارد بصراحه. يعني هو الحارس مش قوي قوي يعني الحارس مش قوي قوي فلازم نستغل التسديدات. لا بس هو هناك يعني انتوا في اجماع من حضراتكم ان هذه يعني مباراه ليبيا تبقى من المفترض هي مباراه اقل من المتوسط
انا شايف ليبيا مش ضعيفه يعني، ليبيا متوسطه صعوبتها. لا لا صعوبتها، لا انا طبعا كان متوسط بالنسبه لي، بس صعوبتها في ايه يا كابتن اسلام؟ مباريات يعني احنا مع الفرق العربيه عشان في تنشانه زياده على اللزوم، وهو كمان ممكن ببعض الحاجات بيخرج عن تركيزك. مباراه كمان صعوبتها ان ليبيا 6 نقط واحنا 4 ومضغوطين، والظروف كلها في ما يشبه الضغط حتى على كيروش. يعني حتى الكابتن وائل جمعه طلع قال في تصريح، يا جماعه وقفوا الهجوم شويه، ده معناه ايه؟ ان الجهاز مضغوط، ده لسه متعينين اول امبارح وهم حاسين بالضغط بسبب القرارات اللي هم خدوها. امال الجهاز السابق يعمل الجهاز السابق من قبل ما يتعين ما هو ده. تخيل الجهاز السابق لو كان استبعد قفشه ومحمد شريف، يا خبر ابيض. طيب برضو طبعا زي طلائع الجيش، الفرقه لما بتدافع المدرب ده مميز قوي في تحفيزهم، نخلي بالنا من الضربات الركنيه والضربات الثابته، بالذات المدافع علي سلامه وسند الورفالي، الجونين اللي جابوهم في الجابون من ضربات ركنيه. يعني كم العب اللي هنلاقي، بص ادي علي سلامه اللي هو رقم 14، الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هي اتلعبت له، علي سلامه اللي هو الطويل ده رقم 14 اتلعبت له وجابها بالهيد. فده نخلي بالنا منه، ان هم عندهم باترن معين، ادي الكره هي جت جون لعلي سلامه من خلال الضربات الركنيه، خطر جدا حذاري من الضربات الركنيه في المباراه دي والمباراه الثانيه والثابته. طيب ده في حاجه ثانيه في نكمل. في لعبه ثانيه برضو. طب اللعبه الاخيره اتفضل. نفس الفكره برضو، سند الورفالي من ضربه ركنيه ادي الهدف الثاني. هات اللعبه اللي بعدها برضو هنلاقي برضو ده الضربات الركنيه، فهم برضو خطرين في الضربات الثابته مش شرط الضربات الركنيه. يعني بص كانك بتلعب بالظبط شمال افريقيا، ولكن ادي مؤيد اللافي بيلعبها للاثنين المساكين على الاخر خالص، اللي هم بيبقوا متواجدين على الاخر اللي عليهم الاضاءه دي. أوكي. هتتلعب له وبرده هيسجل هدف. فاذا خطير خطوره منتخب ليبيا في الهجمات المرتده من خلال السرعات اللي على الاجنحه، مؤيد اللافي وحمد الهوني، والضربات الثابته والضربات الركنيه، دول اهم مفاتيح لعب منتخب ليبيا.